اخواني واخواتي، قبل لا نبدا حلقتنا التاسعه من فوازير غازي الذياب الموسم الرابع، بحط لكم حسابات بعض الاصدقاء اللي انا اعرف واثق فيهم وادري انهم فعلا يسلمون الهدايا للي يوقع عليه الاختيار، مثل ما حنا نسلم الكازز للي يوقع يقع عليه الاختيار. ما عليكم، هذا مصطلح عتيبي. فالله يهنيكم جميعا وشارك مع الجميع. لا صرت جمال على قولة البدوان الأولين، 1/10. لو ما صدف لكزز يصدف هدية ثانية، ولو ما صدفت الهدية بتلقى في الحساب الثالث هدية. لما ربحت في 10 حسابات اللي أنا بنزلها اطلب الله في الهواء. تعالوا شوي، باقة النصر فيها عطر، والله من زمان وأنا أستنى متى الفرصة اللي أتكلم فيها عن هذا العطر عند دخون الإماراتية. يمكن أعلنت الدخون 70 مرة، ما عمري قلت هالكلام، ما عمري حددت عطر بعينه. إخواني الرجال اللي يلبسون ثوب وشماغ ويحبون العود، هذا أجمل عطر موجود في دخون الإماراتية. زايد الأسود عبارة عن نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته، في الحلقة ما قبل الأخيرة من الموسم الرابع لفوازير غازي الذيابي و20 لكزز آخر موديل برعاية دخون الإماراتية بلا شروط ولا قيود. خلونا نتعرف على شخصين فايزين معنا سيارتين لكزز آخر موديل. تقدر تشارك معنا في هاشتاقنا الموجود الأول على مستوى السعودية حاليا، فوازير غازي الذيابي 9، بأخوانا من البحرين ومن السعودية. خلونا ننتقل مباشرة. وانتم بخير، فوازير غازي معنا ورمض أهل المنامة يذكروني. رحبوا معي بنجم الدراما، النجم البحريني اللي صنع الابتسامة ورسمها على كل شخص في الخليج، الخلوق والرجل والنشمي والكفو للعالم. يا كنترول، اتصل على مها عقلة من عرعر. علينا وعليك ان شاء الله، كل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة يا اختي. اختاري جميع السامعين. اللهم امين. اختاري من 1 لـ4. 3. 3 سؤال رياضي، ايش ميولك الرياضية يا اختي؟ الهلال. الهلال، طيب. فريق لاعبين كرة السلة في خيارات؟ اي في خيارات، اسمعي راي الفنان الكبير يوسف الجراح. العفو يا سيدي. السلام عليكم. يا هلا اخوي. يعطيك الصحة والعافية. يعافيك ان شاء الله. كرة السلة. مبارك عليك الشهر. كل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. انا وياك بصحة وسلامة. والجميع ان شاء الله يا رب، وانتم طيبين وسالمين يا رب. عدد لاعبين كرة السلة. كرة السلة لعبة جميلة حلوة. ايوه. شوف الجواب. 5 لاعبين يلعبون في ارض الملعب، يعني في هالمستطيل هذا كل فريق 5 لاعبين. ترى ما في حارس. ما في حارس، لاعبين يروحون من هنا ويجون هناك، قطعة نفس. واجد. اتوقع بتصير زحمة. ملعب السلة صغير. اختار يا اختي. يوسف الجراح يقول 5 لعيبة. خليل رميد يقول 7 لعيبة، اختاري الوقت. 5 لعيبة، 5 لاعبين في اللي هي ملعب الرسمي. 7 لاعبين هذا في ملعب الحارة. الحارة حتى 15 يصير. اختاري يا اختي. 5 ان شاء الله. الفازة وفالك اللكسز آخر موديل. شاركنا على وهات، شاركنا على. أنا بسأل أبو طلال الفنان.
الفنان الكبير يوسف الجراح. كبير والله يا حبيبي اخوك ابو طلال. خلاص اخونا الشايب ابو طلال. انسى انسى. ابسال ابو طلال وش سر شخصية اسعد عمر قلي؟ كل عام. نبيك تعطينا شوي، نبيك تجاوب بشخصية أسعد عمر قلي. شو بقول؟ شخصية دائما أولاد يدخل تبكيه يبغى كاركترات خصوصا لما يلعب كوميدي. حلو؟ فحسيت إنه كذا شخصية حجازية مع حبي لكل طبعا اللهجة إنه مساحتها كبيرة. صادق. وخصوصا لما يكون في شخص جميل اسمه ناصر القصر. الله الله يستاهل. وتاخذ وتعطي معاه وانت مرتاح. فالاسم هذا طبعا ما احد يعني يعرف بالاسم الا ما اصور. اي صح. نبغى اسعد اسعد عمر عمر لكن هي في الاخير هذه وش هي؟ قال لي قال لي نبغاها يا ابو طلال نبغاها. والله صدق ما شاء الله يتكلم حجاز احسن مني. اخلطني ايوه اللهجه الجديه من الحجاز كلمه نبغاها نبيها كيف تطلع؟ اخلطني نبيها ونبغاها نبيها ونبغاها؟ اي اخلطني اياها هات ادينا. طيب نبغى نسأل فناننا البحريني خليل الرميتي حبيب. بما أنه ما شاء الله تبارك الرحمن صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الخليج. الله يعزك. خليل مين الفنان عشان تطلع من الحرج بعيدا عن يوسف الجراح. الله يعزك. مين الفنان اللي تقول هذا اللي يروق لي ويجوز لي في الدراما الخليجية؟ ممكن أقول رحمة الله عليه صديقي علي الغرير. استاهل. هذا كان فنان جميل واشتغل كثير من الأعمال الخليجية والسعودية منها عائلة برويشد. صح. عائلة برويشد وذاك يعني كان معلمي ففنان. أما نيت في السعودية فكل فخر ناصر القصبي. استاهل. ما زميل ولا معاه ها؟ مع اسم الجراح انت هني خلاص. بعدين يا ابو طلال ما شاء الله ضيفنا الثاني نفس حبة الخال. بسم الله ما شاء الله ما يبون عبدالعون عشان حبة الخال. محمد ركان السبيعي من اهل الرياض حياك الله. يا عرس من اهل الرياض حياك الله. يا اهلا وسهلا. شلونك يا ابوي؟ والله بخير بشر طيب. معك غازي الديابي. وبنعم يا غازي يا مرحبا. كم مقلب مر عليك وكبري؟ سم؟ كم مقلب وكبري مر عليك يا سبيعي؟ شيء عد واغلط. وما يدريك يمكن هذا مقلب بعد. اللي جبنا الله حياه الله. طيب يا محمد ليش من اللي سوى فيك مقلب وقال انه غازي اللي قاعد يتصل فيك؟ ان شاء الله ما مقلب. انا سببت الصوت وراء حق شو اسمه اللي وراك مدار تاكدت ولا انت اول ما كلمت تاكدت منها. تاكدت من الباك جراوند. واحد يصير لي مقلب ترى كنا مجاهد. قال لا متاكد ما عليك. طيب يا سبيعي ولا انت اول ما كلمت تاكدت منها. تاكدت من الباك جراوند. واحد يصير لي مقلب ترى كنا مجاهد. قال لا متاكد ما عليك. طيب يا سبيعي اللي سوى فيك المقلب ان شاء الله انك تجاوب وتدخل معنا الفازه وتحر انك جبت اللكسس. اوكي؟ اوكي. اختار من 1 إلى 4 يا سبيعي. 3. 3 سؤال رياضي، كم عدد الأشواط في كرة السلة؟ اليوم الإعداد قلبينها كرة سلة. ها يا أبوي، كم عدد الأشواط في كرة السلة؟ كم عدد الأشواط في كرة السلة؟ أيوة تبي خيارات؟ عطني خيارات. أسمع رأي فنان البحرين الكبير خليل الرميثي. يا مرحبا حبيبي سبيعي، إن شاء الله يا رب توفق في الخيارات. نقول 4 أشواط. بس انا 4 أشواط ان شاء الله 4 أشواط يا رب الرميت يقول لك.
صراحة شو رأيك؟ خليك معي صريح، خمسة شوار قطعة نفس صح؟ ما شوار صراحة خمسة شوار، وغير التسلل وغير البلانتي في بلانتي ما أنا لحظة أنا ماني قلت لكم إنه شايف كرة السلة ما فيها تسللي. لا وبعدين أربعة أشواط زوجي. نعم. ما في يعني أشواط في الرياضة فرقية، أتوقع أنه خمسة صح. ها خليل الرميدي يقول لك ما في شيء عدد فردي، أربعة أشواط، ويوسف يقول لك خمسة أشواط. حبيبي. ها تروح فين يا سبيعي؟ سرع الوقت. أربعة أشواط. أربعة أشواط. انت من سبيع الغلطه وحظكم دائما يرقى سنون. خلونا ناخذ المتصل الثالث. يا كنترول وين مقرم موجود ابو ناصر؟ يا كنترول اتصل على ركان فايز المجالي من الكرك في الأردن. أبا عندي تقول أرست مير كدير، حتى أنا ما أعرف أقولها. يا أردني يعني هو ما عرف ينطق الاسم، يعني الاسم يمكن يكون مو معروف. اسمع يمكن اسمع اسمع للفنان الشهير. يا حبيبي الله يسعدك. يوسف طيب يا حبيبي يعطيك الصحة والعافية. أولي سأل كيف الجو عندكم حبيبي؟ والله الجو لسه برد عنا في الأردن بس الربيع كويس وننتظر زيارتكم والله إن شاء الله بإذن الله تعالى وبيجيك باللكسس إن شاء الله. يا هلا يا هلا بجيبكم بين حكم ناسكم ترى هو المنسب مشهور عنا باسم الكرك منسب كركي دائما معروف والله. أهل الكرم والله يعطيكم الصحة والعافية حبيبي. حيا والدوم حيا والدوم. شوف طبعا مختلع الهاتف ماشي الهاتف ذاك اللي كان في البيت ولما ينشغل الخط ما خلاص ما هو جوال الهاتف أيوه. الاول مين استنى هو الاسم صعب الكساندر جراهام بيل وان شاء الله اخترناك الكساندر ان شاء الله. حبيبي يا ابو نصر الله يبارك فيك يعطيك الصحه والعافيه ابو نصر حبيبنا ان شاء الله يا ابو نصر اسمع 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 ان شاء الله ربي يجعل من الذريه الصالحه ان شاء الله يا ابو نصر. اللهم امين ركان اسمع اسمع يوسف الجراح ربي ان شاء الله يبارك لك فيه من الذريه الصالحه ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله يا رب باذن الله وعافيه بعدين ما راح اسمي لنا اسماء يا بعد راسي يعني انا من الذريه الصالحه من زمان متابعه يعني من يعني صرنا نعرف العيلة كلهم للعم الربيع للعم سعود للعم سعد لأبو مخلد والله كل العيلة نعرفهم ما شاء الله. طيب يا ركان ايوه معك ابو نصر بندردش معاك ما دامك من اهل الاردن ركان مين الشخصية اللي تعجبك في سنابنا اللي انت لما خلينا نقول اسم الكل يسعد بس والله احنا من المتابعين نخلد يا اخوي يستاهل الجروب كله والله يا ابو ربيع ترى بالمرات كلهم من الشيبالي للمطيري لل بحر مشهور يستاهل بحر يستاهل على المتصل الرابع ونشوف من اي مدينة يا كنترول اتصلوا على احمد راضي الحربي من اهل المدينة اخوي احمد الحربي من اهل المدينة حياك الله يا لون اعبر وشلونك يا ابوي؟ الحمد
الحمد لله تمام. ها مستعد تربح اللكزس؟ ليه مستعد. طيب يا ابوي اختار واحد ولا اثنين ولا اربعة؟ واحد. واحد. سؤال ديني، ما هي الشجرة المقصودة في قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء الى اخر الآية في سورة المؤمنين؟ اختيارات. اسمع راي الفنان الكبير يوسف الجراح. العفو يا حبيبي. هلا. مرحبا بك. هلا مرحبا. كيفك يا حبيبي؟ كيف الكرك؟ ايش افطرت اليوم؟ ايش افطرت اليوم؟ سمبوسه. ماشي. ابغى اكلات حقت المدينه الحلوه والشريك. ايه تمره. الله يخليك. طيب يا ابو طلال. حبيبي تحب الفول صح ولا لا؟ صحيح. شوف الاجابه وركز معايا. تمام. الايه الكريمه المقصود هنا اللي هي شجره الزيتون. شجره تمام. الزيتون. ابو طلال خطير، قال الفول وينحط عليه زيت زيتون، يعني الرجل متأكد من إجابته. واسمع إجابة الفنان البحريني خليل الرميد. مرحبا أخوي أحمد. يا مرحبا فيك حبيبي. طبعا أبو طلال من هو وصلنا الطائف هو يسولف عن الفول. والله العظيم. والله اشرح لي عن الفول يومين. حبيبي يا أحمد خلنا في الجو. أنا بقول لك على شغلة حصلت اليوم. أحمد معانا أنت صح؟ أي معاك. اليوم عندنا في الطائف سيام راح اسوي رياضه، انا بلعب ليش اسوي رياضه؟ اوكي جسمي الحين ما يحتاج رياضه. نتكلم عن الفول والفول، فراح يتمشى في السوق ما اختار الا محلات الفول والتميس. ليش تسوي رياضه؟ الله يسعدك. اسلم وش اجابتك يا اخي؟ الاجابه حبيبي ان شاء الله ان شاء الله يا شجرة النخيل، بس شوف اللي نفعك. انا والله يوسف. لا يقول اكثر تمر. الزيتون. الزيتون يعني مع 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 فنان الكبير يوسف الجراح. نعم نعم. مع ابو طلال. نعم. المبروك. اقول فانك اللكسس، دخلت معنا ان شاء الله ان شاء الله يا رب. هاي اطلب الله والوعد الحلقه الختاميه. رجالة كل عام وانتم بخير. فوازيرك عمره 10 سنوات. ما شاء الله، اقوى تحيه يا جماعه. يا منصور، مين اللي جالس جنب مين اللي جالس جنبك؟ امي. الله يخلي عينك، عطنا والدتك. أم منصور. وشلونك يا أختي؟ والله الحمد لله تمام. خلي الجوال على السبيكر. منصور. وشلونك يا أختي؟ والله الحمد لله تمام. خلي الجوال على السبيكر وساعدي منصور، نبغى اللكزز يروح يشمر. اتفقنا؟ ان شاء الله ان شاء الله. طيب اختاروا واحد ولا اثنين ولا اربعة؟ نختار اثنين. اثنين. سؤال اجتماعي، ما هي اكبر صحراء في العالم؟ هاي ام منصور. خيارات. ما هي ايش؟ ما هي اكبر صحراء في العالم؟ صحراء يا امي. خيارات. الاجابه الصحراء الكبرى التي تقع في شمال افريقيا. خليل قلت الصحراء الكبرى. شوي وبعدين نرجع نكمل اسئلتنا. انا ابي سب اخوي يوسف يقول لك السالفه اللي صارت اليوم على الفطور. بس قبل بخدمكم بشغله. انا في صحراء وجاي حلو. يقول لك بسم الله ما شاء الله الخزام
الصحراء البرية المائية. يا رجال خلنا نكمل أحسن. بوكل. لا اليوم فيه رجل جميل. فين الخيار اللي أنت قلته الصحراء البرية المائية؟ فين تقع؟ صحراء بدوية مائية. إيه فين تقع؟ السمك بالضبط قلته. لا أقول السالفة ما تعدل يا جماعة. راح الوقت وأنتم تتعزلون. واحد عمره 75 سنة الله يعطيه الصحة والعافية داخل على 80 و95 ماشي أيوة على الفطور وجالسين ورجل جميل وزي العسل ويسلم وذا يعني عارف محبة. فطور اليوم طيب الله يكثر خيركم. كان في سمبوسة وكان في سوبا. طيب فقال لي يا أخي من هم في لك أتابعك ولا في المتوسط. لا إله إلا الله. يعني هو عمره كم؟ ما شاء الله في 70 وطالع. ويتابعك في المتوسط؟ هو كان في المتوسط. يعني أنت عمرك؟ على أساس إنه أنا 214. ما صح المكسس على فكرة كم؟ عاشر صرف أيوه. لا المكسس كم؟ 200 و... لا مش السعر. تجي في الأخير هي كذا مكتوبة لكسز مش عارف إيه. الحجم 240. لا ما كان فلوس. بلاك ديشن بس ما أدري. بلاك ديشن معقولة؟ أي فول كامل. هاو أر يو؟ رمضانك معنا غير رمضان ما غازي. زهور قاسم العبيد من مكة حياك الله يا اختي. الله يسلمك ويحميك ويبقيك يا اخوي. الشهر مبارك يا اختي. علينا وعليكم يا رب. اختاري واحد او اربعة. واحد الله واحد سبحانه عز وجل. السؤال يقول من هو الصحابي الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم باستجابة الدعاء؟ إجابة يمكن روحك هليل. زين الإجابة أتوقع سعد بن أبي وقاص. ها؟ مع مين؟ حذيفة مع سعد بن أبي وقاص. الله الجائزة الكبرى جيب لكسز آخر موديل. يا رب يا رب يا أبوي غازي ترى أنا مرة مو مصدقة. ليه مو مصدقة يا أختي؟ هاشتاقنا بتويتر وصل لربع مليون الأول على مستوى السعودية. راح نسحب على 6 أشخاص يدخلون معنا الفازة في الحلقة الختامية والسحب على 4 سيارات لكسز آخر موديل من أصل 20 لكسز. قبل لا ناخذ المتصل ما قبل الأخير والأخير حابين نسأل أبو طلال مين الفنان اللي افتقده أبو طلال، اللي أبو طلال إذا طلع عليها الفنان تنزل الدمعة لا إرادية. بجد؟ أي والله بجد. كلهم حبايبنا الكل، بس دمعتي ما تنزل إلا على الوالد الله يرحمه. الله يسلمك. أفتقده كثير. الله بأمان. والدك أنا أفتقده كثير. الله يرحمه رحمته. ولو يعني كل عام وأنتم بخير. والله أنت يا أبو طلال تبكينا وتفرحنا. لا والله حبيبي أبدا. الله يسكنه فسيح جناته. اللهم آمين. وطول عمر والدك يا رب. اللهم والحبايب كلهم. اللهم آمين. أبو طلال بما أنك ذكرت الوالد وش أجمل المواقف أو وش النصيحة اللي ما تنساها من والدك عسى مكان خضر الجنان؟ اللهم آمين يا رب. شوف لما يدخل واحد أي مجال كأساس أب وأم يعني أنت رايح وين، وخصوصا في مجال يعني يخوف، فابنك رايح. ما أنسى كلمة الوالد، وهنا جالسين في جلسة كذا عصرية حلوة جميلة مع شاهي بالنعناع وجلسة حلوة. والله يا جماعة الخير قال لي بوجود الوالد الله يطول بعمره إن شاء الله، ودعواتكم للوالد الله يحفظه. الله يبارك فيكم ويحفظكم. قال لي لا تنسى، قالت هذا ادخل بمجال وكل شيء، لكن لا تنسى
كيف ربناك. هذه اقسم بالله العظيم الكلمة ذي حتى لما يجي عمل او اخذ سكريبت ذي مسلسل ولا شيء اذكر الكلمة هذه ممكن ارمي الورق واقول شكرا والله ما ابغى شيء. يا امان يا امان الله يطول بعمركم ويحفظكم. السؤال الخامس يقول نكدنا على ابو طلال شوي. لا يا حبيبي لا بالعكس بالعكس انا لما يجي سيرة الوالد معاي احس لحولي يشوش راسك كذا يا عز الله يرحمه الله يرحمه الله يسكنه فسيح الجنات هو جميع المسلمين. خليل الرميثي حبيبي بما ان ابو طلال هو من ابتكر السؤال وش اعظم نصيحه جاتك من الوالد لما جيت تدخل مجال الفن؟ يوم ادخل مجال الفن كان الوالد يعني او يوم الناس عرفتني الوالد توفى كان مو موجود الله يرحمه بس كنت يوم صغير اروح المسرح كان رحمه الله عليه يوديني لبروفه وينتظرني في السياره الله لين اخلص ويرجع ياخذني من المنام يرجعني لمحرك منطقتي. فحين أنا يوم كبرت أقول يا الله أبوي انتظرني بالأربع وخمس ساعات وأنا أمثل وبعدين يأخذني عشان يوديني يعني شنو الصبر يعني رحمة الله عليه الله يا رب. وأنا ترى شخصيتي الكوميدية اللي إذا كانت كوميدية في المسلسلات هي جزء من شخصية الوالد رحمة الله عليه الله يسلمك أباكم وأبا جميع أبناء المسلمين وخلونا نسحب على المتصل ما قبل الأخير. ياكم ياكم تقول اتصل على سالم محمد آل سليم من نجران. سليم من نجران حياك الله يا ابوي. مرحبا حياك الله. ماجور والسلامة. الله يعافيك ويسلمك ماجور والسلامة. الله يسلمك من عذاب جهنم وشلونكم يا هالنجران؟ ابشرك طيبين طبعا. المتصل ما قبل الاخير في الموسم الرابع الفوازير غازي الديابي. نبيك تدخل نبيك تدخل الفازة يا سالم. ما بقي معاك الا رقم اربعة وهو مجال الحكم والامثال. نبي نعطيك قصة على هالسياق يركب مثال، اتفقنا؟ بلمحول اتفقنا وانت تجيب المثال. كيف الاحوال؟ الله يطول عمرك وش حالك؟ والله انا في مثل ما ادري شلون راح اوصف لك كيف راح اقول لك؟ وين رضاك؟ تحب لحم الحاشي؟ اسال لحم الحاشي كيف؟ لحم الحاشي مع الشربة يا كذا والله كذا. تعرف العام هذا وزارة الثقافة العام هو عام الإبل. عندك خبر ولا؟ أي نعم. طيب عطني أنواع الإبل. ها؟ مو على فوق ها؟ علي ريحك يا أبوي. يلا واحد اثنين ثلاثة فوق. روح. إذا وقفت قول. يلا. يلا. ياكل ترول اتصل على زكريا احمد محمد عبد الله من الرياض.